بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا تعريف بشيخنا الفاضل الشيخ عبد الوكيل بن عبد الحق الهاشمي. إن شاء الله اسم حضرتك يا شيخنا؟ عبد الوكيل بن عبد الحق بن عبد الواحد الهاشمي. طيب فضيلتك، نبغى بس نتعرف على مسيرة حضرتك، فضيلتك في طلب العلم. أنا طلبت العلم من الوالد في المسجد الحرام لمدة 35 سنة نحن ندرس الحديث. ما شاء الله، الله أكبر. ثم قرأت على سلطان محمود، وهو قرأ على شيخ عبد الحق أفغاني، وهو قرأ على سيد نزير حسين. فالوالد قرأ على محمد حسين بطالوي، وهو على سيد نزير حسين. وقرأت على عبد السلام بستوي، وقرأت على عبيد الله الرحماني، وهما تلميذان الشيخ عبد الرحمن مبارك بوري، وهو يروي عن سيد نزير حسين. هذا في كل العلوم شيخنا، في حديث والفقه. الحمد لله أكثر ما أخذت عن الوالد. نعم، أخذت السياح، وأخذت مستدرك حاكم، وأخذت إيش اسمه ده، كتب الحديث، يعني ما ترك شيئا طرفا منه أو كاملا. الحاصل ما تركنا الشيخ حتى إيه. حضرتك مواليد مكة شيخ؟ لا، مواليد إيش؟ مواليد الهند. ما شاء الله، ما شاء الله. ماذا فضيلتك يعني؟ أنا سلفي. المذهب الحنبلي أم سلفي؟ نعم، بارك الله فيك. أيه. طيب شيخنا، يعني لقياك ورحلاتك للبلاد كانت إلى أين مثلا؟ أنا طلب العلم وفي نشر العلم. أنا سافرت إلى مدينة فاس لقي ألتقي بشيخ تقي الدين الهلالي. ما شاء الله، ما شاء الله. وقابلته. ما شاء الله. وزارنا في دار الحديث، دار الأرقم. ما شاء الله. شيخ أحمد شاكر. الله أكبر. وقرأت عليه حديث واحد. ما شاء الله. أي. طيب شيخنا، استجزت منه يا شيخنا على هذا؟ لا، بس قرأت عليه لأنه كنا في الدرس وزارنا والوالد قدمه وجلس. التقلت بالشيخ محمد نجيب المطيع يا شيخ؟ لا. طيب رحلتك في نشر العلم لأي البلد انتقلت؟ احنا عارفين الفترة الأخيرة دي حضرتك انتقلت. أنا في الهند كثير رحت. ما شاء الله. وإلى مصر وإلى قطر. إلى مصر رحت، إلى قطر رحت، وإلى الكويت رحت. والآن جيت في الشرقية. ما شاء الله. ولي دروس في مكة في بيتي. نعم. والحمد لله. طب وصاياك يا شيخنا اللي طلبت العلم إذا حالتنا كده يعني مبتدئين، يعني نمشي إزاي على طريقكم؟ كيف يعني؟ وصايا حضرتك لينا يعني إزاي نبدأ في لطلاب العلم. طلاب العلم في الفقه وفي الحديث، يعني لا سيما أنا أهتم بالفقه يعني. من جد وجد. في كل شيء؟ في كل شيء. سؤال أخير، عمر فضلتك الآن. أنا أظن الله أعلم، الله أعلم، الله أعلم، 76 78. بارك الله في عمرك يا شيخ، في ذرياتك الطيبة. شيخ الله سلمك. الله يكرمك. هناك شائعة أنك أنت تتقاضى أجر على تعليم الحديث، هل هذا صحيح؟ من قال لك هذا؟ قيل. قيل هذا صيغة تمريض له. إنه الحمد لله يعني. إبليس خلف أولادا قال وقيل. كم لكم؟ إحنا أردنا نستوصل. نتكلم عن الحالة الاجتماعية، كم لكم من الأولاد؟ أنا عندي 6 بنات و3 أولاد وكلهم جامعين وكتاب والسنة. ما شاء الله، الله أكبر. الله يسلمك. حتى في أيوة كثير. اذكر لنا، لابد من ذكره. لابد من ذكرها يا شيخ. إنعام الباري في معجم أحاديث شيوخ البخاري. مطبوع شيخنا؟ لا. نعم. هذا كتاب نفيس. يطبع إن شاء الله. طب يا شيخ، دي لابد يعني لو سعينا لطبعها. عناية الباري في ضبط مواضع أسماء الرجال في صحيح البخاري. تمام. هذه كتب مهمة يعني نحتاجها احنا الآن. 25 مجلد. ما شاء الله. 25 مجلد. سؤلفه. ولم يطبع. ولم يطبع. يسر الله طبعه يا شيخ. يسر الله. إيه ثاني يا شيخ من الكتب؟ ها؟ تذكر لنا كثير كثير كثير. الآن أنا ما أكبر السن أنسى. ربنا يحفظك. هل من أتاكم إلى بيتكم يا شيخ يقرأ ولا ما يقرأ؟ يقرأ إذا كان في مجلس. حضرتك في حي إيه في مكة شيخ؟ في الشرايع. الشرايع، نعم. الوالد له كتب طبعا، مسند الصحيحين ومصنف الصحيحين، وله 3 شروحات في البخاري و3
تفسير القرآن بالقرآن مطبوعة؟ لا لم يسر الله. نسأل الله التيسير يكون هذا اللقاء سبب في الخير يا شيخ إن شاء الله.